طرازات عديدة من دراجات نارية عم تبعها سوا بهالاسبوع ضمن اوتو فوكس واكيد ضمن ويلرز يوز بايكس ويك. عم نشوف دراجات نارية مستعملة لكن بحالة ممتازة وبموديلات كتير جديدة وبمايلج ممتاز ايضا. طرازات شفناها من سوبر سبورت وصولا للنيكد بايك، واليوم كمان نرجع نشوف تورينج بايكس. لما نحكي تورينج عم نحكي للرحلات الطويلة خاصة بلبنان اللي كتير حلو واحد يطلع رايد على البايك على مناطق جبلية، خاصة بما انه تورينج بايك هي معمولة خصوصي لهالنوع من الرحلات، ان كان من الكرسي تبعها ان كان من القعدة ومن الريحة بالسواقة بكل نوع من هالدراجات النارية. اليوم رح نستعرض معنا طرازين من البايكس، اكيد ماركات عالميه بامتياز، ان كان كي تي ام المصنع النمساوي العملاق او حتى دوكاتي المصنع الايطالي. بدايه رح تكون مع الكي تي ام اس ام تي او سوبر موتو تورينج. هالبايك هيدي تعتبر من الاجمل بفئتها، عم توصل قوتها ل 990 سي سي في توين انجن على موديل 2012 اليوم بكي تي ام اس ام تي مع نظام الاي بي اس بالفريناج اكيد للمزيد من السيفتي. مثل ما ذكرنا 116 حصان عم توصل القوه بهالدراجه الناريه وماشي 14000 كيلومتر. هيدا المحرك ربح سباق الباري داكار الاشهر بالعالم على صعيد الراليات الصحراويه، واكيد هالشيء بياكد على صلابته وقوته والريسبونس تبعه على الطريق. بدنا نذكر انه سعر هالبايك هو 7999 دولار، سعر ممتاز جدا ببايك بهالكواليتي وبهالكواليتيز الكتار يلي ذكرناهم. منتابع سوا جولتنا موصل على دوكاتي. دوكاتي الطراز الاول رح نشوفه قبل ما نشوف الطراز الثاني هو الايبر سترادا 821 سي سي موديل 2014، بعدها براند نيو هيدي البايك وماشي فقط 1870 كيلومتر، يعني تقريبا بعدها بمرحله الروداج. هالبايك هيدي بتجي ال توين نظام المحرك فيها مش في توين، يعني السيلندرين اللي فيها واحد بيكون بالعرض واحد بالطول بطريقه 90 ديجري. هيدا سيستم موجود بهالبايك الحلوه الايبر سترادا اللي معنا مع تراكشن كنترول سيستم اي بي اس سيستم اكيد، وقوة بتوصل ل 110 أحصنة. كمان مثل ما ذكرنا مايلج ممتاز 1870 كيلومتر فقط بسعر 8999 دولار، سعر كمان ممتاز جدا لبايك جديدة بعدها كليا. قبل ما نوصل على البايك الثالثة بدي أتذكر أنه كل البايكات اللي عم نشوفها بهالأسبوع بأوتو فوكس عم تكون يوزد، بس تقسيطها عم يكون لخمس سنوات ومن دون دفعة أولى. نوصل لبايك كتير مميزة اخذ جوائز عديدة، والأهم أنه تقريبا كل الكيت تبعها معمول من الكربون فايبر. هذه البايك اللي عم صنعها دوكاتي مالتي سترادا 1200 سي سي بايك سبيك، وهي اعلى جام ضمن التورينج بايكس بدوكاتي. هالبايك هيدي فيها انظمه الاي بي اس، بتجي كمان ال توين انجن مثل ما ذكرنا مثل الطراز السابق، 2 سيلندر 150 حصان موديل 2011، كربون فايبر كيت مثل ما سبق وذكرنا مثل ما عم تشوفوا كمان بشكلها، انجن جارد كمان لحمايه المحرك لألا وقع لا سمح الله، وكمان ماشي مايلج ممتاز لألا، وسعرها عم يوصل ل 14999 دولار، والاهم من هيك الاكزوست تبعها هو من ماركه ترمينيوني الايطاليه الشهيره جدا، وكل الاوريجينال بارتس موجوده لهالبايك بشركتها. مالتي سترادا 1200 اس بايك سبيك بسعر ممتاز جدا مثل ما ذكرنا، عم نختم فيها اليوم جولتنا على البايكات الثلاثة الموجودة معنا ان كان الكي تي ام او بايكات الدوكاتي الايبر سترادا والمالتي سترادا. للمزيد اكيد رقم التليفون عم يكون موجود على الشاشة لتستفسروا اكثر عن هالدراجات النارية الرائعة بمختلف طرازاتها، برجع بذكر، والاهم من هيك من ناحية السيفتي دائما مشاهدينا بعرف اكيد رح تعملوا هيك، الهلمت اهم شغلة، وكمان الجاكيت والبروتكشن للركب وللكواع اهم شغلة لما نكون على البايك، مش خوفا من سوقتنا خوفا من سواقة غيرنا، رغم انه بالفترة الأخيرة عم يكون في احترام كبير وزايد عن الفترة السابقة للدراجة النارية بلبنان، صار في وعي أكثر
على الطريق لكل شخص معه موتو، السيارة صارت تعرف تزيح عنها بطريقة وتنتبه تخلي مسافة بين الدراجة وبين السيارة. للمزيد mtv.com.lb إذا ما لحقتوا تتابعوا حلقة اليوم لتشوفوا تورينج بايكس الرائعة اللي كانوا معنا بأوتوفوكس، تابعونا طوال الأسبوع مع تيرازات جديدة دايما على MTV.